السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة اليوم التاسع. معانا النهاردة لقاء عالمي كل مصر مستنية وكل مصر بتسأل نفس السؤال، يا ترى هو مين باتمان الحقيقي؟ هو فين باتمان الحقيقي؟ وأنا عاوز أطمن مصر كلها دلوقتي وعاوز أقول لكم إن أنا حاليا على سطح باتمان الحقيقي ومعانا الأسطورة. اتفضل. شكرا. استاذ باتمان، احكي لنا عن سبب الضجه اللي حصلت وظهور اكتر من باتمان في البلد. احكي لنا اتعاملت مع الموقف ازاي واستقبلته ازاي. والله صحيت من النوم عادي لقيت السوشيال ميديا كلها مقلوبه وكل عيل صغير ماشي يقول لك انا باتمان وحاجه اخر قرف والله. طب قول لي زعلك، ممكن يكونوا واخدينك قدوه مثلا وانت تكون ملهم بالنسبه لهم فحابين يقلدوك. الهام مين بس يا استاذ؟ ده من كام يوم عيل صغير لابس القناع بتاعي معدي قام خاطف من واحده ست الشنطه بتاعتها من اللي هي ماسكاها في ايديها وقام جاري وتقول لي الهام. واصحى من النوم امبارح على صوت ابويا لا بيكسر في البيت وبيزعق. اصحى اقول له في ايه يا لبي؟ يقول لي انت مرفوع عليك كام قضيه سرقه بالاكراه. واحده من النوم اللي انا سرقت علبه سجاير كليوباترا من كشك عم حسونه، والقضيه الثانيه سرقه بالاكراه 3 جنيه فضيه من توك توك من حصلت توك. انا اخد 3 جنيه فضيه يا استاذ؟ والله سمعتي اتبهدلت خالص، سمعتي بقت في الطين. طب اهدى بس يا استاذ باتمان، ما تزعلش نفسك عشان الضغط والسكر. اهدى. ايه اهدى ايه بس يا استاذ؟ يعني انا باتمان الراجل الوطواط سمعتي تتدمر كده؟ بالحق يا استاذ باتمان، واحنا داخلين ما شفناش العربيه والموتوسيكل والطيارات والحاجات دي بتاعتك، امال هي فين؟ بس يا استاذ بالله عليك ما تفكرنيش باي حاجه من الحاجات دي، ولا موتوسيكل ولا عربيه ولا تجيب لي السيره دي خالص. ليه حصل لهم حاجه؟ لا ما حصل لهمش حاجه الحمد لله، بس انا وكاتومان حصل ما بيننا شويه خلافات وكل واحد راح لحاله وانفصلنا يعني، وهي بقى اخدتهم نفقة ومؤخر منهم لله، حسبي الله ونعم الوكيل. طب وبالنسبه للشغل، اخبار الشغل معاك ايه الايام دي؟ والله يا استاذ ما فيش شغل خالص وكله بقى بياخد حقه بدراعه وحاجه بقت اخر قرف بجد. والله ما حدش بيستغيث بيك خالص؟ والله خالص. طب احكي لك حاجه، من كام يوم الساعه 3 الفجر لقيت ضوء الاستغاثه في السما، فرحت طيران قلت مصيبه الساعه 3 الفجر، اروح الاقي 3 عيال قاعدين بيلفوا سجاير وعاوزين نروح اجيب لهم ولاعه، يعني ضاربين الاستغاثه عشان اجيب لهم ولاعه. والله العظيم عكس. عندك حق والله، العيال اخلاقها باظت خالص والبنات كمان والله. ايه يعني من كام يوم لقيت ضوء الاستغاثه الساعه 3 الفجر من واحده، فقلت دي واحده يعني اكيد قضيه قتل، قضيه خطف حاجه كبيره يعني. سبت اللي في ايدي ورحت طيران، اروح الاقيها عايزاني اطلع اجيب لها صباع رز وعلبه مونيكير عشان خاطر تحضيرات العيد. يعني انا يتضرب لي الضوء الاستغاثه الساعه 3 الفجر من واحده عشان صباع رز وعلبه مونيكير؟ طب سيبك من دول كلهم، وانا مروح بقى من عند الست الساعه 4 الفجر طاير كده الاقي واحده تحت قاعده بتعيط. نزلت قلت مثلا حد ضاربها، حد سرق شنطتها كده يعني. الاقيها بتقول ضفر اتكسر ومش متعوره. لا دي مشكلتها كلها ان هي بتربي فيه بقى لها فتره. تخيل يعني بذمتك ده يرضي ربنا يا استاذ. الله يكون في عونك والله يا استاذ باتمان. طب المهم دلوقتي انت ناوي تعمل ايه في مشكله ظهور اكتر من كام باتمان في البلد دي؟ مفيش حل تاني غير ليها تخلص بالدم. انا دلوقتي راجل اصلا مش لاقي شغل وكاتومان سايباني، يعني انا عايش لوحدي ومش باقي على الدنيا. طيب انا سايب اخر وسيله ممكن استخدمها معاك عشان خاطر اهديك شويه، فيديو متسجل لك ومبعوت لك من مراتك السابقه كاتومان. مثلا من كاتومان؟ اتفضل شوفها بنفسك. هات. ازيك يا بتبوت، انا مسجله لك الفيديو ده عشان اقول لك اللي انت وحشتني قوي، ووحشت كل القطط والخفافيش اللي عايشين هنا. ولو انت عاوزني ارجع لك تاني ونعيش في تبات ونبات ونخلف خفافيش بنات، اسمع اللي انا هقوله لك ده بالحرف الواحد، اقصر الشر وارجع اللي في دماغك ده يا اخويا، بلا دم بلا اي حاجه. لا كده لو والله العظيم ارجع لك البيت تاني. حاضر والله اقصر الشر. ايوه كده هو ده بتبوت اللي انا اعرفه. يلا ادي الموبايل للبقف اللي واقف جنبك وتعالى لي. يلا مستنياك. انا بقف؟ بلا بقف بلا نديل، انا جاي لك حالا. طب التليفون؟ طيب وزي ما حضراتكم كلكم شفتوا دلوقتي باتمان سرق التليفون بتاعه وطار قدامكم. حسبي الله ونعم الوكيل.